بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أخواني الأعزاء، هذا البيت هو بيت أحد الأيتام يعني المتعففين. مثل ما تشوفون هاي ملابس لأم الأيتام، هاي ملابس الأيتام، وهاتشي طحين، وأكو دجاج هم جايبي لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خير. يا مؤمل، السلام عليكم. يا الله، مؤمل هاي دجاجة عندكم عين، وهاي ملابس المؤمل، وهاي دجاجة إليك، وهذا شيء طحين عيني. الله يرحمه. ها؟ ها؟ هذا العلاج ما الغداء ان شاء الله نجيبه ان شاء الله. جزاك الله خير.